نذكر مرة أخرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الجانب الإسرائيلي على عدم تفويت هذه الفرصة رغم أي ضغوط قد يتعرض لها أو تتعرض لها القيادة الإسرائيلية خاصة من قبل وزراء داخل حكومة نتنياهو. وهنا يشير إلى سموتريتش وبن غفير واليمين المتطرف الذي لطالما قيل أن نتنياهو يرتهن إليه في قراراته المتعلقة بالحرب على قطاع غزة. أشار إلى أن هذه الفرصة قد تعيد إسرائيل التي تعاني الآن من عزلة دولية إلى الاندماج خاصة في المنطقة، وقال هنالك تقدم سيحدث فيما يتعلق بالتطبيع بين الرياض وتل أبيب. إذن مشاهدينا، ربما أسابيع ماضية كانت من الجمود والتعثر حتى قبل إطلاق العمليات برفح في مسألة المباحثات. تطورات عسكرية كانت لافتة في رفح وتطورات أيضا بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري. الآن جديد هذه المسألة هو المقترح الإسرائيلي الذي يرتكز على ثلاثة مراحل، ووصفه حتى بايدن بأنه فرصة تاريخية في هذه المرحلة من العمليات العسكرية على القطاع. عبر الهاتف معنا محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاي نيوز عربية الزميل نضال كنعان. نضال، ضعنا في صورة هذا المقترح وهذا التطور الكبير على صعيد بحث وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. بالفعل تسابيح يعني خطاب الرئيس بايدن هو خطاب مهم جدا مفصلي. عمليا الرئيس بايدن يقول بأنه آن الأوان لإنهاء الحرب في قطاع غزة. هذا أولا، هذه ربما النقطة الأهم. ثانيا، هو يكشف المقترح الإسرائيلي. ما عرضه الرئيس بايدن هو المقترح الإسرائيلي، وعبر هذا الكشف عن المقترح الإسرائيلي الذي كان من الممنوع بثه في إسرائيل، كانت الرقابة العسكرية الرقابة الإسرائيلية تمنع بث هذا المقترح الإسرائيلي أو الكشف عنه. الآن الرئيس بايدن عبر الكشف عن المقترح الإسرائيلي هو فعليا يثبت هذا المقترح الإسرائيلي. بعد أن كشف عنه لا يستطيع الآن نتنياهو أن يتراجع عن هذا المقترح، وهذا يأتي نتيجة لتجربة أمريكية مريرة مع تراجعات إسرائيلية وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عما تقدم به في اللحظات الأخيرة، وحتى الاتصالات بالوفد الإسرائيلي المفاوض في اللحظات الأخيرة. إذن هنا هو يثبت هذا المقترح الإسرائيلي. ثالثا، هو يتحدث عن وقف إطلاق نار في قطاع غزة ومحادثات حول وقف إطلاق نار دائم في القطاع. وحتى أثناء المحادثات، إن استمرت المحادثات لأكثر من 6 أسابيع، فإن الولايات المتحدة ستضمن بقاء الهدوء في قطاع غزة. أي فعليا هو يريد إنهاء الحرب في القطاع، وهو أيضا هنا يتوجه إلى الشارع الإسرائيلي، إلى الشعب الإسرائيلي، وليس فقط لرئيس الوزراء، ويقول بأن هنالك أوساط متطرفة. ليس صدفة ربما أن الخطاب جاء يوم الجمعة أو هو يوم السبت في إسرائيل، والآن بن غفير وسموتريتش لا يستطيعان التعليق عليه حتى انتهاء يوم السبت يوم مساء غد، وبالتالي هنالك فرصة الآن للمستوى الشعبي والسياسي في إسرائيل للتداول واستيعاب هذا الأمر قبل ردود اليمين الإسرائيلي المتطرف على هذا الخطاب للرئيس بايدن. نعم نضال، تفضل بالبقاء معنا، سنكمل معك في انعكاسات أو ردود الفعل حال ورودها طبعا على هذا المقترح الإسرائيلي الهام جدا في هذه المرحلة من العمليات المستمرة إسرائيليا على قطاع غزة. إذن هذه التغطية تستمر معكم في ساعتين قادمتين من غرفة الأخبار مع زميلة مروج إبراهيم. إليك مروج. شكرا تسابيح. إذن مشاهدينا، نستكمل معكم التغطية الخاصة بتحليل وقراءة ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تحدث فيها عن المقترح الإسرائيلي لصفقة تبادل الرهائن والتي تشمل عدة مراحل. المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية والتي سيتم فيها وقف إطلاق النار أو عملية الهدوء المستمر مستدام التي تم الحديث عنها. أيضا أشار رئيس بايدن إلى أن حماس لم تعد قادرة لشن هجوم كبير آخر كالسابع من أكتوبر، في إشارة إلى أن
العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تمت استطاعت أن تحيد القدرات العسكرية الخاصة بحركة حماس بشكل كبير. أيضا قال إنه إسرائيل قدمت مقترح شامل خاص بوقف إطلاق النار، وهو يتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وقال إنه سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم مرة أخرى. أيضا حتى الإسرائيليين على القبول بهذا الاقتراح، وحتى القيادة الإسرائيلية على القبول بالاقتراح رغم ما يمكن التعرض له من ضغوط. أذهب إليك نضال مرة أخرى، محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز العربية، وقراءة لما بين السطور في هذا الخطاب. عندما يقول بايدن أنه أنا أحث القادة الإسرائيليين على القبول بهذا الاقتراح وأحث الشعب الإسرائيلي على القبول بهذا الاقتراح، هل يعني أنه الولايات المتحدة لا تمارس ما يكفي من ضغوط، هي فقط تشجع الأطراف على المضي قدما بها؟ نعم مروج، والأمر اللافت أن الرئيس بايدن قال بأن هذا المقترح الذي عرضه الآن هو المقترح الإسرائيلي، فلماذا يحض الحكومة الإسرائيلية على القبول بالمقترح الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية؟ هذا السؤال الذي يبدو بديهيا الآن، لكن بالنسبة لبايدن التجربة الطويلة مع نتنياهو في كل المفاوضات الدائرة، كان نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 90 أو حتى 94، كان يتصل بالوفد الإسرائيلي ويتراجع عن التنازلات التي قدمها لأنه كان يريد استمرار الحرب. الآن بايدن أولا عبر الكشف عن المقترح الإسرائيلي هو فعليا يثبت هذا المقترح ويقول بأنه لا يمكن التراجع عنه الآن. وهنا دعني أتدخل معك نضال في هذه النقطة، ربما ما نستطيع فهمه من إشارة بايدن إلى حثه القيادة في إسرائيل على القبول بهذا الاقتراح وهي التي قدمت هذا الاقتراح، هو ربما يشير إلى الجناحات المتطرفة في الحكومة التي كانت ممانعة لتقديم أي تنازلات. هذا صحيح تماما مروج، هذه النقطة الثانية. أولا هذا الخطاب يأتي قبل أيام، من المفترض أن يخرج جانس من الحكومة الإسرائيلية وسيسيطر بني غفير وسموتريش تماما على الحكومة الإسرائيلية. اليوم نشر في إسرائيل أن نتنياهو يبحث إمكانية إدخال بني غفير وسموتريش إلى المجلس الحربي الإسرائيلي، وبالتالي بايدن يقول حتى لو تغير شكل الحكومة الإسرائيلية على الحكومة الجديدة أو الحكومة بحلتها القديمة قبل انضمام جانس إليها والآن بعد انسحاب جانس منها، أن تلتزم بما تعهدت به الحكومة الإسرائيلية وقدمته من مقترح للولايات المتحدة والوسطاء مصر وقطر وللجانب الفلسطيني. وبالتالي هو يوجه خطابه ويعرف ما هو قادم من تغييرات على الحكومة الإسرائيلية. لكن عموما قبل قليل صدر ربما رد أولي من مستوى السياسي في إسرائيل، مصدر سياسي إسرائيلي مطلع يقول بأن خطاب الرئيس بايدن كان ضعيف، وأن الرئيس بايدن في خطابه هذا يعني أن ما قاله الرئيس بايدن هو انتصار لحماس، وأن الرئيس بايدن غير واعي للواقع على الأرض. إذا كان هذا ما تقوله مصادر سياسية إسرائيلية، فهي تؤكد ما يقوله الرئيس بايدن من أنه يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالمقترح الذي تقدمت به، لأنه يعرف بأن الحكومة الإسرائيلية كل الوقت تتراجع عن مقترحاتها. وهذه نقطة مهمة جدا، هو فعليا يقول بأن المقترح الإسرائيلي الذي تقدمت به إسرائيل للوسطاء أصبح الآن منذ هذه اللحظة، منذ خطاب الرئيس بايدن، هو أيضا المقترح الأمريكي، وهو لا يريد أن يسمع رفض للمقترح الأمريكي الذي وصفه بأنه الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفعليا إنهاء كل مشاكل إسرائيل أيضا على الحدود الشمالية، وأيضا ممكن أن يكون بابا للتطبيع في المنطقة. وهذه نقطة مهمة جدا للرئيس بايدن.